النهارده يا جماعه بنعلن عن الفائزين. فاكرين مباراه الاهلي وانبي اللي خلصت 2-0 لينا؟ دي كان فيها احنا كنا بنعلن عن مسابقه في الاستوديو التحليلي مع كابتن ايمن شوقي، والحقيقه ان احنا اعلنا عن اسماء الفائزين لما كان مشرفنا كابتن ربيع ياسين وابنه عمر ربيع. فالنهارده الاسماء ديت جت النهارده واستلمت الجوائز اللي كان بيسلمهم الجوائز رئيس القناه الاستاذ ايهاب الخطيب. احنا معانا الصور قدام حضراتكم هنعرضها دلوقتي علشان نشوف اللي استلموا الجوائز. الخمسه اللي فازوا: ابراهيم يسري من الشرابيه، اسلام صبري دمياط، بلال رجب من اسكندريه، محمود كامل من شيطة القناطر في الجيزة، مصطفى عبد العال أبو قرقاص من المنيا. دي الأسماء اللي فازت النهاردة بالصورة قدام حضراتكم وهم بنعلن عنهم. دي الناس اللي جت استلمت الجوائز النهاردة، ودي الناس اللي توقعت نتيجة الإجابة الصحيحة مباراة الأهلي وإنبي اللي خلصت 2-0. إن شاء الله بكرة كمان، يعني بكرة كمان إن شاء الله التوقعات موجودة في مباراة النادي الأهلي والجونة، وإن شاء الله هتكون في جوائز. وإن شاء الله تابعونا دايما على الاستوديو التحليلي وقناه النادي الاهلي والبيت الكبير، ان شاء الله في مسابقات وجوائز كتيره جدا جدا. طبعا في نهايه الحوار يا كابتن بشكرك شكرا جزيلا، يعني ما نورتنا في بيتك في البيت الكبير، وان شاء الله نتمنى ان شاء الله المجال التدريبي اللي حضرتك بتحبه ان شاء الله نشوفك فيه في اعلى مستوى باذن الله، وتنورنا دايما في البيت الكبير.